هل لوقا لما كان بيتكلم على نسب الرب يسوع المسيح كان غير متأكد؟ عشان كده بيقول على ما كان يظن، وازاي هو موحى ليه وبيكتب بوحي الروح القدس ويقول على ما كان يظن ازاي؟ الشبهة باختصار شديد، وتاني لما بقول نص الشبهة بقول اللي انا هرد عليه، ده مش معناها كلامي للي بيصطادوا التسجيلات. يقول المهاجم او السائل في نسب المسيح عند الميلاد، يقول لوقا 3:23 وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي، ويكمل. لماذا قال لوقا؟ ده طبعا كلام المشكك، ده مش كلامي. على ما كان يظن، يعني هو لوقا بيخمن نسب الرب يسوع المسيح وقت ميلاده؟ ألا يوضح هذا أنه غير متأكد من نسب المسيح؟ ألا ينفي هذا الوحي؟ ده كلام المشكك. نرد مع بعض. الحقيقة اللي بيقوله لوقا البشير في إنجيله في نسب الرب يسوع المسيح له كل المجد عند الميلاد، هو مش معناه أنه ما يعرفش ولا بينكر الوحي ولا غير ولا بيخمن، لا. لوقا البشير اللي يدقق بيلاقي بيستخدم تعبير في اليوناني لا يعني التخمين وعدم المعرفة. اكشولي لوقا البشير بيستخدم تعبير بيشرح فيه الموقف القانوني او الشرع اليهودي. الموضوع ده تطرقت ليه من زاوية اخرى في ملف هلهالي ويوقيم نفس الشخص، وان ازاي يوسف يتنسب مرة لهالي اللي هو يوقيم اللي هو والد السيدة العذراء مريم، ومرة أخرى يتنسب لشخص اللي هو أبوه بالجسد بالفعل. ليه؟ لأن ده حسب الناموس اليهودي. عشان كده هتكلم النهاردة باختصار شديد. العدد بيقول في إنجيل لوقا أصحاح 3:23 ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن مثات ابن لاوي ابن ملكي ابن ينيا ابن يوسف. العدد ده اللي هو على ما كان يظن هو ده اللي هندرسه وندرس كلماته، لأنه في اليوناني أوضح بكتير جدا من الترجمات المختلفة ومعنى أعمق بكثير. فندرس مقطع على ما كان يظن. العدد اليوناني النص المستلم اللي هو بتكتس رسيبتس أو ريسيفد تكست اللي هو بيقول اون اوس اينو ميزيتو ايوس ثيوف. فهو بيقول اون، لفظ اون ده اللي هو في اليوناني لفظ واضح يساوي لفظ امي اللي هو كينونة اللي هو كلمة كانة. فهو أول حاجة بيقول كان، كلمة أوس اللي ترجم على ما أو في يترجم أسهل بطريقة حسب. فهو لما بيقول أون أوس كان حسب، هل بيجي بعدها بيقول حسب التخمين؟ لا ما بيقولش كده. لفظ إينو ميزيتو اللفظ اللي ترجم بكلمة يوزن هو في الحقيقة لفظ في اليوناني ترجمة لكلمة ناموس العبري، هو يعني تشريع، فهو من لفظ نوميزو اللي هي ناموس. عشان أأكد الكلام اللي أنا بقوله ندرس الكلمة في قاموس سترونج تحت رقم جي 3543. كلمة إينو ميزيتو جاية من كلمة نوميزو، كلمة نوميزو اللي هي نوموس اللي هي ناموس، جاية من مصدر جي 3551 من كلمة ناموس التشريع اليهودي. فالكلمة أصلا معناها ناموس، تشريع حسب القانون، أو يحسب كعادة ينسب يفترض يظن. كويس؟ طب البعض يقول لك اهو على يظن، لكن هي الكلمة أصلها إيه؟ الكلمة أصلها ناموس، ولكن ممكن تستخدم بمعنى يظن. قاموس كلمات الكتاب المقدس يشرح أكثر تحت نفس الرقم جي 3543 كلمة نوميزو. الكلمة ده بيقول معناها إن هي تأتي بمعنى ناموس،
ناموس، كلمة الناموس اللي احنا فاهمينها كويس جدا، ناموس موسى، لا اللي هو التشريع، كاستم اللي هي العادة، سبوز حسب العادة، أو افتراض حسب العادة، أو معرفة العادة، أو افتراض أو يظن حسب العادة. الكلمة دي في أعمال 16-13 تعني حسب العادة، يعني حسب الناموس. كانت الصلاة عند النهر. عامة الكلمة تعني حسب معرفة لشيء من العادة، من التقليد، من الناموس، كما في لوقا 2-23 التي تعني حسب ما كان يعتبر، أي حسب الناموس أو العادة اليهودية. هذا الكلام اللي بيقوله القاموس. As he was regarded or reckoned according to Jewish custom. فالكلمة في لوقا 2-23 تعني حسب الناموس أو العادة اليهودية. فأصلا الكلمة ما تعنيش واحد قاعد بيخمل لأنه مش عارف وجاهل، لا، الكلمة تعني حسب الناموس، حسب التشريع اليهودي، الناموس اليهودي، القانون اليهودي، الشرائع اليهودية، العادة اليهودية. فأعتقد كده واضح لحضراتكم ترجمتها المناسبة، إن هو ينسب بالقانون أو حسب الشريعة أو حسب الناموس أو حسب العادة اليهودية. فالعدد هو بيقول إيه لفظا؟ العدد بيقول لفظا كان حسب الناموس، يعني التشريع أو العادة، ابن يوسف. هذا اللي بيقوله. فالعدد في لوقا بيقول إيه؟ بيقول لما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو كان حسب الناموس ابن يوسف ابن هالي. ده اللي بيقوله العدد. فهو ما بيقولش ظن بمعنى قاعد يخمن عشان مش عارف، لكن بيقول كان حسب الناموس أو التشريع أو العادة اليهودية هو ابن يوسف. هو بيوضح أنه رغم أنه ليس ابن يوسف بالجسد، ولكن بناء على التشريع اليهودي أنه حسب الناموس ابن يوسف. هو ده اللي بيقوله لوقا البشير لفظا. واللي بيقوله لوقا البشير هو ده فعلا اللي موجود في التشريع اليهودي القديم وحتى الآن، انه حتى لو ابن الزوجة راجل تزوج واحدة ابنها يبقى ابنه، او لو راجل تبنى ابن ورباه ابنه المتبني يبقى ابنه. هو شرعيا حسب القانون اليهودي، حسب الناموس اليهودي، شرعيا هو يعتبر ابنه. ليه؟ لأنه هو اللي رباه. وآدي that brings up يعني اللي ربي، and not he that begot يعني مش هو اللي أنجبه بالجسد، لكن هو اللي رباه، هو أبوه is called the father. والكلام ده جه في شيموت رابة جزء 46 143 واحد، وأيضا ده مؤكد في مراجع يهودية كتيرة بما فيها أصلا التلمود البابلي، تلمود البابلي السنهدرين جزء 19-2، والتلمود البابلي الميجيلا جزء 13-1. فهو حسب الشرع اليهودي ابن يوسف. ليه؟ لأن يوسف هو اللي رباه رغم أنه هو مش ابنه بالجسد. ده اللي بيقوله لوقا. فبدل ما لوقا يقول وهو ابن يوسف ابن فالناس ما تفهمش صح، فقالك كان حسب الناموس ابن يوسف. ليه؟ لأن يوسف هو اللي رباه. ده اللي بيقوله لوقا البشير. كويس؟ فهو لم يكن يخمن أو يقول ظن عن عدم معرفة أو عدم وحي، بل هو بيقول بالتشريع يعني الناموس ابن يوسف رغم أنه ليس ابنه بالجسد. ولكن لأن اللفظ ممكن أحيانا يستخدم ظن، حنتماشى مع لفظ أنه هو على ما كان يظن، وحنتماشى مع كلمة الظن اللي مش معناها تخمين على فكرة من لوقا، أو أن لوقا ما يعرفش وجاهل وينفي الوحي والكلام ده كله، بل الكلام ليس عن لوقا أصلا ولا مفهومه الشخصي، بل هو بيتكلم هنا لوقا عن مين؟ يتكلم هنا عن اليهود. فهو أيضا يعني أن اليهود من وقت ما جه الرب يسوع المسيح له كل المجد مع يوسف النجار وأم مريم العذراء وسكنوا في الجليل، اليهود من وقتها بالتشريع أو حتى بالظن
اليهود من وقتها هم بيظنوا ان هو ابن يوسف. ليه؟ لان المسيح ابن مريم، ومريم وقت ميلاده كانت زوجة يوسف النجار، هو رجلها، فهم بيظنوا من الاول ابن يوسف، لانه قبل ان يرعاها بعد ما اعلن الملاك ليه، زي ما بيقول في انجيل متى 1:19: فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشأ ان يشهرها، اراد تخليتها سرا، ولكن طبعا بعد اعلان الملاك ليه قبلها واستمر رجلها. يوسف النجار هو اللي رعاه واستمر يرعاهم في ذهابهم الى مصر، وبعد العوده من مصر وذهابهم للجليل، زي ما يقول لنا في انجيل متى 2: فقام واخذ الصبي وامه وجاء الى ارض اسرائيل، ولكن لما سمع ارخلاوس يملك على اليهوديه عوضا عن هيرودس ابي خاف ان يذهب الى هناك، واذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل، واتى وسكن في مدينه يقال لها ناصره، لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريه. فهو أبوه بالتبني، بالتربية، بالإنشاء، بالناموس اليهودي، في الظاهر وفي العلن أمام اليهود هو أبوه. أهل الجليل من اليهود من وقت ما جه يوسف ومريم والرب يسوع المسيح وقت رجوعهم من مصر وسكنهم في الناصرة ما يعرفوش حاجة إلا إنه هو ده ابن يوسف النجار، يعني ما ظنوش شيء مختلف إلا إنه ابن يوسف. فتعبير على ما يظن، حتى لو هنرفض اللفظ الأصلي الواضح أنه هو كان حسب الناموس، حتى لو خدنا كلمة لفظ ظن وتماشينا معاها، يعني بيتكلم على اعتقاد اليهود أنه هو ابن يوسف، ده تماشيا مع لفظ يظن، لكن الأصح لفظا هو يقول حسب الناموس، يعني التشريع هو ابن يوسف. لكن قدمت فقط لكي أتماشى مع لفظ ظن عشان استخدمت قليلا جدا بمعنى ظن. كويس؟ وده أيضا يتفق مع الكتاب المقدس في إنجيل متى صحاح 13 عدد 55، لما اليهود بيقولوا أليس هذا ابن النجار؟ يعني هم ما فيش في ذهنهم إلا إن هو ده ابن النجار، يوسف النجار. أليست أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ وده على فكرة اللي شرحه قديس إمبروسيوس. بس على فكرة قبل ما أدخل في النقطة دي، القديس إمبروسيوس بيكتب باليوناني، وفي اليوناني استخدم نفس اللفظ نوميزو اللي هو ناموس، ولكن هترجم كلام القديس إمبروسيوس رغم أنه بيستخدم نفس اللفظ اليوناني اللي معناها ناموس أو تشريع، لكن هترجمه أنه هو ظن. فيقول التالي: أنه مفيد أن لا يغير ما هو مكتوب أنه على ما يظن، يعني زي ما قلت كان حسب الناموس، لأنه يعني بيكتب نفس اللفظ اليوناني وبيقتبس العدد نصا، ابن يوسف لأنه كان صحيحا أنه ظن أو بالناموس، لأنه لم يكن ابن يوسف بالطبيعة ولكن بالظن أو الناموس أنه ابنه، لأنه ولد من مريم التي كانت مخطوبة ليوسف زوجها، ولهذا أنت عندك أليس هذا ابن النجار يوسف، اللي هو في متى 15:55. وده في Exposition of the Gospel of Luke. فاللفظ مش تخمين عن عدم معرفة وجهل وعدم وحي والكلام ده كله للدعوة، ده ليس إنكارا للوحي. مش ما كانش عارف نسب المسيح وقت ميلاده اللي نسب الرب يسوع المسيح له كل المجد، لا، هو بيتكلم على اليهود وتشريعهم انه الرب يسوع المسيح له كل المجد منذ ميلاده، رغم انه ليس ابن بالطبيعة ليوسف، ولكنه حسب التشريع اليهودي يحسب ابنه، لانه اللي يربي ابنه هو ابوه حتى لو ما كانش ابنه بالجسد. عشان كده بيقول كان حسب الناموس ابن يوسف. ولكن وضحت حتى لو تماشينا مع ترجمة اللفظ بالظن، فهو عن اليهود وهم في الجليل من وقت ما سكن هناك اليهود كانوا بيظنوا ان هو ابن يوسف. اكتفي بالقدر ده، واعتقد وضحت النقطة. فنسب الرب يسوع المسيح له كل المجد من وقت ميلاده اللي موجود في انجيل لوقا مش بيخمنه، ده بيقوله بالظبط حسب الناموس والتشريع اليهودي. ربنا يبارك حضراتكم، أتمنى ما كنش أخطأت في شيء، وده لو حصل آسف طبعا، وربنا يعلم أنه لم يكن عن قصد، وربنا يبارك حضراتكم جميعا. ندخل على الجزء الثالث من الخدمة بتاعتنا النهاردة، وهو التعليق على الأحداث، عشان ما طولش على حضراتكم كتير، وخاصة التعليق على الأحداث هيكون طويل شوية، فأحاول أختصر وعشان أسلم المايك، وأنا عارف أن النهاردة خاصة ما بين الكريسماس ورأس السنة الناس طبعا بتبقى مشغولة
بالأعياد. ربنا يبارك حضراتكم وكل سنة وانتم طيبين.